هي طالبة، ابدأ. وقتها اكتملت في تقريبا دقيقة وتقريبا 20 ثانية. برافو. دوك نسيو مع طالب واحد آخر. هيا تقدم يا طالب. هيا ابدأ. أحسن يعني أكثر شوية وقت معليش. دوك نسيو زوج مكعبات في نفس الوقت، هذا اختبار ليك ثانية. هيا أيها الطالب الصغير، حاول حل المكعبين في أقل وقت ممكن. هيا ابدأ. دقيقة ونص زيد.
أحسنت. هيا ابدأي. أحسنتي. دقيقة حوالي تقريبا خير. أحسنتي، 2 دقائق تقريبا. دوكا راح نزيدو نديرو اختبار واحد آخر من سلسلة اختبارات طلاب المركز. دوكا راح نستعملو طالبة وطالب في نفس الوقت. 1 2 3 ابدأو. يعني ما شاء الله عليهم، تنافس شديد وهم يستعملوا في السرعة. إن شاء الله تكون سرعة ماشي تسرع. نعم، هذه فائدة من فوائد هذا المكعب، تحسن قدرات الذهن. نعم، أكمل الطالبة وتفوقت على الطالب. هاي خلاص، هذه ما نكرة. معليش، هارد لك، المفيد. بارك الله فيكم على هذا المجهود، ويعطيكم الصحة، والسلام عليكم.